محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الخارجية السابق حبيب العادلي إلى 5 من أيلول سبتمبر المقبل، وقررت وقف بث المحاكمة على الهواء. حفاظا على الصالح العام، قررت المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ اعتبارا من 5/9/2011 وحتى النطق بالأحكام. روّت الجلسة. وكما في الجلسة الأولى كذلك في الجلسة الثانية أحضر مبارك على متن مروحية، ثم نقل بسيارة إسعاف وأدخل قفص الاتهام على سرير محمول، وكان مغمض العينين معظم الوقت في أثناء الجلسة، فيما وقف نجلاه في هدوء يحمل كل منهما مصحفا. وظهر مبارك وهو يرتدي بذة زرقاء وهو ما يخالف اللوائح التي تفترض ارتداء الموقوفين احتياطيا ملابس بيضاء فقط، كما شوهد ابنه علاء بملابس السجن البيض يساعد في نقل والده من سيارة الإسعاف إلى داخل المبنى، ما يخالف أيضا اللوائح المتبعة، حيث يفترض أن يكون المتهم في قفص الاتهام في انتظار بدء الجلسة. بسم الله الحق العدل، افتتح رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الجلسة، ثم نادى المتهمين الثلاثة، فرد الرئيس المصري السابق بصوت واضح عبر مكبر للصوت: سيد مبارك موجود، علاء محمد حسني السيد مبارك ايوه موجود، جمال محمد حسني السيد مبارك موجود. وفي افتتاح الجلسة تحدث رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور، وطلب فصل واقعتي الفساد والقتل بحيث ينظر في الاتهام بالفساد على نحو منفصل عن الاتهام بالقتل، ويحاكم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومعاونوه الستة المتهمون بقتل المتظاهرين. وقال عاشور إن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ترغب في إضافة مواد اتهام جديدة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار أن هناك نصوصا في قانون العقوبات تؤثم إبرام اتفاقيات تضر باقتصاد البلاد. في المقابل طلب محامي مبارك ونجليه فريد الديب تأجيل النظر في الدعوى أجلا واسعا يسمح للمحامين بالاطلاع على جميع الأوراق والإحاطة الكاملة بها، وعلى الأثر رفع القاضي الجلسة للتداول.